Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New Islamic Teacher Channel पर आपको खुशामदीद कहता हूँ. आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कुरान मजीद की सूरतुल माईदा का रुकू नंबर 14 पढ़ेंगे. सूरतुल माईदा मदनी सूरत है. इस सूरत की 120 आयात और 16 रुकू हैं. आपने मेरे साथ इस रुकू को रिवाइज करना है. उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको यह रुकू अच्छे से आ जाएगा. सबक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी हैं. उनमें सबसे पहले, जब भी किसी हर्फ के साथ हरूफ मद्दह यानी अलिफ वाओ और या होंगे तो उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे. दूसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर खड़ी जबर, हर्फ के नीचे खड़ी जेर या हर्फ के ऊपर उल्टा पेश होंगे तो उस हर्फ को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है. तीसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर मद होगी तो उस हर्फ को लंबा करेंगे. मद की दो इकसाम है, छोटी मद और बड़ी मद. छोटी मद को 3 सेकंड्स जबकि बड़ी मद को 5 सेकंड्स लंबा करना है. इसके अलावा जितने भी ग्रीन हरूफ आएंगे हमारे इस सबक में उनको मोटा करेंगे, पिंक हरूफ पर गुना करेंगे जबकि ब्लू पर कलकला करेंगे. शुरू करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة و
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم
اللہ مرجعکم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض
إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة
على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.